يا مساء السعادة ويا مساء الهنا ويا مساء الفرح والبهجة على كل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. في الأول يا جماعة لازم نذكر اسم الله العظيم الأعظم، اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على حبيبك سيدنا محمد خير خلق الله. اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد، صلاة تملأ الأركان، عدد خلقك ورضاء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، عدد ما شئت وملء ما شئت يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وما توفيقي إلا بالله عز وجل، عليه توكلت وإليه أنيب. النهاردة الحلقة مختلفة خالص يا جماعة. طبعا بنقول لكل ما زلنا مع مواليد برج الحوت، بنقول لهم كل عام وانتم بألف خير وصحة وسعادة وبهجة وهنا. الكواكب طبعا كانت عندكم من أسبوع بالظبط، وكانت يعني زي ما بيقولوا كده رمانة الميزان كانت معاكم انتوا يا حوت. الوضع النهاردة وبكرة وبعد ومبارح اتغير تماما، لأن كوكب أو هنقول القمر، القمر دخل لبرج الجدي، غير المقاييس تماما. توقعات الجديدة، بس في الأول طبعا بنقول يا جماعة دايما دايما ارضوا بقضاء الله قبل ما أبدأ في التوقعات الجديدة. وبقول لكم كل عام وانتم بألف خير، خلاص أيام قليلة وندخل على أعظم شهور الله عز وجل، وهو شهر رمضان الكريم المعظم، الشهر اللي نزل فيه أقوى الكلمات، طاقة العز، طاقة الوفرة، طاقة القوة والرخاء والنماء ورضا المولى عز وجل، وهو القرآن العظيم اللي أنزل في شهر رمضان الكريم. ربنا جعل شهر رمضان أعظم شهر لأنه نزل فيه القرآن. ربنا جعل ليلة القدر هي أعظم الليالي، أقوى الطاقات موجودة في ليلة القدر. يعني ليلة القدر خير من 84 سنة، يعني قولوا 85 سنة، خير من 1000 شهر، لأن أنزل فيها الكتاب العظيم والطاقات العظيمة اللي داخل الكتاب العظيم وهو القرآن الكريم. وسيدنا جبريل عليه السلام أصبح أعظم الملائكة بسبب أنه أنزل بالقرآن الكريم على خير خلق الله، بسبب أن سيدنا محمد أنزل عليه القرآن الكريم. يا جماعة حامل القرآن حامل الطاقات، طاقات العز، طاقات الوفرة، طاقات الانفتاح والانفراجات والرخاء والنماء والخصوبة لكل شيء. اللي مع القرآن العظيم مع المفتاح، مع الكي بتاعت حياته وآخرته. احنا يا جماعة مش مجرد عايشين في الدنيا اللي هي لا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة، لا يا جماعة لا، احنا جايين هنا لرسالة. وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، ليعبدون الله عز وجل. دايما تخلي معاك القرآن الكريم، دايما تقرأ القرآن الكريم. في البداية بعزي نفسي وبعزي كل أهلي، في يعني الموت هو مش نهاية الحياة يا جماعة. في وفاة أخويا الغالي عبد الرحمن، وبعزي أمي نادية، الحاجة نادية والحاجة حمدي والدي، في وفاة أخويا. وعايزة أقول لكم لكل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، الموت ليس نهاية الحياة، الموت بداية لحياة جديدة مع المولى عز وجل، بداية للقاءات أخرى في البارا سيكولوجي وعالم ما وراء الطبيعة، للعالم الآخر، عالم الأرواح، عالم الطاقات الغير مرئية بنشوفها مرئية. وقت ما الإنسان بيموت بنلاقي البارا سيكولوجي وعالم ما وراء الطبيعة، وكل الطاقات الغير مرئية بتظهر لنا وبتكون طاقة مرئية. هنبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم ونقول لكم أبشروا يا جماعة، مجموعة الكواكب كلها اتغيرت بدخول القمر عند برج الجدي. أبشر يا جدي، والله أبشر، تعبت كتير قوي واللي جاي كله والله العظيم خير وتعويضات وجبر خاطر وانتصارات، وانتصارات مالية وانتصارات مادية وطبطبة وفرح وبهجة، لأن الألم دايما ربنا عز وجل بيعطي أعظم معاركه لأقوى جنوده. الابتلاءات العظيمة بتكون للأنبياء. أما حسبتم، يعني في فيما معناها ربنا عز وجل قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعني فيما معناها يحدث لكم اللي حصل اللي قبلكم من ابتلاءات ومن اختبارات ومن تحديات. لازم يا جماعه يكون عندنا قوه واراده وعزيمه، حتى في الوضع الفلكي الغير مناسب بيظهر لكم مشاكل وتحديات وانفعالات واندفاعيات. عايزين نقوم نفسنا ونحاول نتحكم في اعصابنا، ونحاول دايما نكون مسلمين ومسلمين لاوامر الله عز وجل.
بالنسبة يا جماعة للسنة دي، السنة دي يا جماعة في الصين أو في علم الصيني هي عام التنين. What's the meaning of تنين؟ أو العام ده يعني إيه؟ يعني عام المغامرين. أي حد مغامر يا جماعة. إحنا النهاردة التوقعات هنقولها من أول بكرة للأيام الجاية، 5 أذار 6 أذار يعني مارس، 7 أذار، ومن النهاردة كمان 4 أذار هنبدأ في التوقعات النهاردة وبكرة وبعده، والأيام بأمر الله الجاية ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. بس بنقول وضعيات الكواكب اللي بتؤثر على كوكب الأرض بالإيجابيات، ولما يكون التأثيرات السلبية من العالم الخارجي بنستعين برب الكواكب علشان ضبط حياتنا والضبطية النفسية والضبطية المالية والاجتماعية والعملية والإنسانية والشراقة، إن احنا دايما نقول يا رب. بالنسبة للتوقعات زي ما قلنا 5 أذار مارس، ودايما قلنا طبعا العام التنين بالصيني أو في العلوم الفلكية الصينية، يعني ده بيحتاج دايما للناس المقدمين المغامرين الشجعان، الناس تكون عندهم شجاعة في اتخاذ القرارات القوية اللي يجب اتخاذها، ويكونوا مقدمين ويكونوا فيري هالبر، ويكونوا بيقدروا يحولوا من الليمون الماسخ المر عصير. دايما تكون عندك قوة وإرادة وعزيمة إنك تخلي من الظروف الصعبة ومن التحديات الصعبة، هنقول نوع من العسل، نحط عليها نوع من أنواع الصبر، نوع من أنواع الإرادة، نوع من أنواع العزيمة، نوع من أنواع الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره لتظبيط الحياة، وإن احنا نقدر نخلي الليمون المر نقدر نعمل منه عصير مسكر حلو قوي قوي للانتعاش، وان هو يمدنا بالطاقه والسعاده. انت اللي تقدر تخلي حياتك مره 100%، وانت اللي تقدر بالاستعانه بربنا عز وجل تقدر ان انت تغير حياتك، او ربنا اللي يقدر. انت ليس لك حوله ولا قوه، والله ما تعرف تنفع نفسك، والله شويه امراض بسيطه قوي، فيروسات غير متشافه، اعظم دكاتره العالم بيقفوا عاجزين امامها، لكن أمراض قوية جدا جدا بالاستعانة بالله عز وجل والثقة ويقين في الله عز وجل، ربنا بيقدر إن هو يعيننا ويشفينا ويقوينا. ودايما نقول إياك نعبد وإياك نستعين. زي ما قلنا عام التنين السنة دي هو عام الشجعان المقدمين المغامرين، الناس القوية، الناس اللي عندهم إرادة، عندهم عزيمة، عندهم تحدي، ناس قوية. ربنا عز وجل بيحب المؤمن القوي، ودايما سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لا ينطق عن هوى ان هو الا وحي يوحى. قال لنا يا جماعه من زمان او من 1400 سنه، المؤمن القوي خير واحب عند الله من المؤمن الضعيف. دايما في التحديات كن راجل، انا كلامي للست وللراجل، كوني بنت اصول وكون راجل، راجل مش في البطاقه ذكر، رجل، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. زي ما قلنا عام المقدميين الشجعان والمغامرين. الأمر بالجدي يعني التألق، يعني الإزدهار، يعني الشهرة، يعني حياتك هتنور أكتر يا جدي. بعد فترة من الداون والإحباط والتحديات والفقدان، والله يا جدي، والله يا جدي، الفاتورة لازم تدفع، وانت لازم يا جدي تبقى دايما بتقنع نفسك انت، والله يا جدي، يعني لو هتكلم نتكلم بقى كده بمنتهى البساطة وبمنتهى الفليكسابيليتي، البساطة والمرونة والسهولة، لو بليونة كده بنتناقش مع بعض أنا ومواليد برج الجدي كلهم. وطبعا كلامي مش لعشرية واحدة، أنا كلامي يا جماعة للثلاث عشريات بالنسبة لبرج الجدي من 22/12 حتى 19/1، الثلاث عشريات أنا كلامي للثلاث عشريات، عشرية أولى وعشرية تانية وعشرية تالتة. دايما يا جماعه لو حاجه عجبتنا او شقه عجبتنا، مش يعني مش لازم اذكر، بس فور اكزامبل لو مكان راقي جدا وفخم جدا في جمهوريه مصر العربيه او اي دوله عايزين نشتري فيه قصر لمده مثلا 150 سنه، ما انت مش هتعيش اكتر من 200 سنه، يعني مفيش، ده البطل هو اللي يقدر يعيش 200 سنه، ده لو قدر. لو هنقول هتاجر لازم تدفع الفاتوره يا جدي، انا كلامي لبرج الجدي سواء ستات او رجاله، لازم القصر ده يدفع ثمنه، لازم الشقه دي في مكان كومباوند راقي جدا يدفع ثمنها. طب ده انت يا جدي، انت 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 ماضي عهد مع ربنا من ايام زمان بان انت عايز القصر اللي في الجنه اللي في الفردوس الاعلى، طيب ارمي بياضك بقى، ارمي بياضك. هتدخل من باب الريان باب الصائمين مثلا، ولا هتدخل من باب الصابرين فهتتحمل ابتلاءات وهتتحمل تحديات قويه جدا، ولا هتدخل من باب المجاهدين، ولا هتدخل من باب يعني المحسنين،
اختار ايهما باب تحب ان تدخله. لازم تدفع الفاتوره، لازم تدفع ثمن دخول الجنه، لان رضوان ما بيدخلش حد ببلاش باوامر من ربنا عز وجل. فلازم تدفع الفاتوره يا جدي، من صبر، من تحدي، من قوه، من اراده، من عزيمه، من تكون فيري هالبر، تكون من المحسنين، تكون من الرحماء، تتحكم في نفسك، تتحمل ما تكره وتتحمل ما تكره خلاص، وتقاوم ما تحب. ما تنساش يا جدي، تاني يا جدي، انت القمر عندك، عندك القوه، عندك التالق، عندك الازدهار، عندك الانفراجات، ربنا يحل لك مشاكلك. الدنيا كلها تكون خدامه ليك الفتره الجايه بامر من الله عز وجل، لان انت اتبهدلت كتير قوي 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 لحد قريب. اخر حاجه خرج من عندك بلوتو، خرج من عندك المريخ بفضل الله، والدنيا ابتدت فعلا تتحسن، والايام اللي جايه بفضل الله هتتحسن اكتر. القمر النهارده زي ما قلنا عند برج الجدي، عطارد بالحوت. قلنا عطارد هو كوكب المستندات والاوراق والسفر والكهرباء، اما عطارد بيكون في موقع غير مناسب، بنلاقي الكهرباء بتقطع كتير، بنلاقي الحاجات الكهربائيه والاجهزه جميعها، لو ما ذكرناش اسم الله العظيم الاعظم نقول دايما اللهم اني استودعك اهلي ونفسي ومالي وخواتيم اعمالي. كل ما بتقول لربنا بسم الله باسمك الحفيظ الحافظ استودعك كل ما املك، والله ما في حاجه هتضرك، ولا انس ولا جن ولا شياطين، ولا بقى هنقول طاقه غير مرئيه سلبيه ولا طاقه مرئيه او غير مرئيه ايجابيه، كلهم ما لا هينفعوك الا بامر الله، والله والله، ولا هيضروك الا بسماح وباذن من المولى عز وجل. زي ما قلنا عطارد موجود بالحوت. طيب الزهره، الزهره يا جماعه موجود بالدلو. الزهره هو كوكب الارتباط، كوكب الحب، كوكب الصداقات، كوكب الشخصنه، كوكب القرايب، الاهل، العيله. لو محطوط في وضع مش مناسب بنلاقي اقرب الناس تعبانين، في مشاكل عائليه بينا وبين لا قدر الله اهلنا وعيلتنا، بنلاقي ان احنا مش مرتاحين، مش مبسوطين، بنلاقي ان في امبالانس كده، في ما فيش استقرار نفسيا وصحيا واجتماعيا وماديا، احنا في امبالانس كده، في ما فيش استاباليتي، ما فيش استقرار خلاص. الزهره موجود ببرج الدلو، والمريخ ايضا كوكب الحماس وكوكب الشغف وكوكب الانطلاق وكوكب الطاقه، موجود بالدلو. المريخ يا جماعه اول ما بيبقى موجود في مكان غير ملائم وغير مناسب بتلاقي طاقتك بتنسحب، بنلاقي شغفك بالحياه بيفقد، تبقى عايش بلا هدف، بتحس بداون، وبتحس لا قدر الله بديبريشن، وبتحس لا قدر الله بالنيجاتيف انرجي، بتبقى تحت الارض، بتبقى عامل زي الستيكرز اللي لزقوه على الارض. طب امتى يا جماعه لما كوكب المريخ يكون في وضع غير ملائم نظبط طاقتنا، طاقه الجسم بقى، وطاقه المخ، وطاقه الافكار، وطاقه الصحه، وطاقه النفسيه؟ والله العظيم، والله العظيم الذي لا اله الا هو، استحالتكم النفسيه مش هتتظبط غير بربنا، توهانكم في الدنيا ما هتستقروا وتهتدوا الا بربنا عز وجل. اي نجاح مش هتاخدوه الا باذن بالامر، لازم الاستماره تتمضي، والله العظيم الاستماره تتمضي من رب العالمين بالتوفيق وبالنجاح وبالانفراجات وبالتفوق وبالتقدم. فبلاش والنبي موضوع لا ده اصل بمخي، لا ده اصل بذكائي، زي قارون لما قال اوتيته على علم من عندي. علم ايه ده؟ انت ربنا اصلا، ده انت اتكسف والله وانت بتقولها، ده المخ ده ربنا عز وجل اللي خلقه عشان تفكر بيه. يبقى نحمد ربنا، يبقى نقرب من ربنا، التجديد الطاقه، هنعيد تاني، لان الاعاده بتعلم الشطار المتفوقين الجدعين زيكم مشاهدينا الكرام. التجديد الطاقه دايما قلنا بالاستعانه بالله رب العالمين. ربنا هو قايل لنا، يعني انا يعني الموضوع يا جماعه سهل قوي، ربنا مديكوا الاسئله ومديكوا الاجابات وبيقول لكم ذاكروا السؤال ده واحفظوا الاجابه دي علشان بعد الوفاه هو ده السؤال اللي انتوا هتسالوه، وهي دي الاجابه اللي المفروض تردوا عليها خلاص، وهو ده الحل عندي. فاحنا يا جماعه اي حاجه، اي لخبطه، اي تراجع، لانه مش كلنا دايما بنكون ملتزمين مقصرين طبعا، وانا اقولكم
دايما نرجع لربنا بالصلاة بالاستغفار بالطهارة بالقرآن بالوضوء بالذكر بالصدقات بالإحسان، نكون فيري هلبر، نخدم الناس، نقول كلام طاقة إيجابية، ناكل أكل صحي، نطلع في الشمس، نلعب رياضة، نحب ربنا. لكن الحياة نحبها طبعا، بس هنتعامل معها بحذر لأن الدنيا مش أمن ولا أمان. هنرجع تاني ونقول كوكب المستندات، كوكب السفر، كوكب الأوراق وكل الأمور القضائية، لو حد رفع محضر، لو حد رفع قضية، كوكب عطارد هو بإذن من رب العالمين هو المتحكم في ده. نجاحك في القضية دي أو لا قدر الله سقوطك في القضية دي هيكون برضو بإذن من ربنا، وهيكون لو عطارد في وضع غير مناسب هنلاقي فيه حوارات جامدة جدا في السفر وفي المستندات وفي الأوراق. لو لا قدر الله في وقت أو في وضع أو في مكان غير ملائم، عطارد دلوقتي زي ما قلنا بالحوت، ننتبه من كلمتنا، ننتبه من نقاشاتنا يا جماعة وإحنا بنتناقش مع بعض، ننتبه من قطع الكهرباء لبعض الأبراج، هنلاقيهم في يعني بعض المناطق في انقطاع للكهرباء أو ما شابه ذلك، لكن نشكر ربنا عز وجل إنها قلت كتير عن زمان، ودلوقتي إحنا في ستابلتي أكتر وفي فضل أكتر، الحمد لله والشكر لله يا رب. أي شيء مرتبط بالكهرباء لو عطارد في وضع غير مناسب هنلاقيه بيتأثر. الأجهزة الإلكترونية بتاعتنا لو العطارد في وضع غير مناسب برضو هنلاقي إن الأجهزة الكهربائية، أي جهاز كهربائي بيتضرر. التحذيرات يا جماعة الجديدة، الوضع الجديد إحنا قلنا يا جماعة في عجالة، قلنا إن عطارد موجود بالحوت، وقلنا إن القمر بالجدي، وقلنا إن الزهرة بالدلو، وقلنا إن المريخ بالدلو. طيب البشارات راحت لمين؟ البشارات راحت أول حاجة لبرج العذراء. العذراء بعد نفسية مدمرة ومهشمة بحاجة تخص شخصنا، برج الزهرة موجود في وضع غير ملائم، في حاجة كسرت قلب العذراء الفترة اللي فاتت أو وجعت قلبه وحرقت قلبه، ممكن يكون فقد عزيز، ممكن يكون فقد شراكة، ممكن يكون أنت وأنتمتك اتخاصمتوا، ممكن يكون فقد حد من أهلك. الفترة الجاية بإذن الله والله يا عذراء ببشركم، وأنتوا أول ناس مبشرين، أنتوا الجدي، الفترة دي فترة الجدي، الفترة دي فترة العذراء، الفترة دي فترة الحوت، في تعويضات جامدة جدا. طب والتحذيرات بقى، مين اللي بنطبطب عليهم ونقول لهم يعني لازم نفوق، لازم نرجع لربنا أكتر وأكتر وأكتر، لازم نستعين بالمولى عز وجل؟ أول واحد الجوزاء، تاني واحد يعني في منطقة معينة بس العذراء، لكن العذراء عنده انفراجات قوية جدا هو والجدي. تالت واحد هو القوس. القوس يا جماعة عنده دموع يعني الله لطيف، يعني دايما نقول باسمك اللهم الحفيظ الحافظ، يا رب تجبر قلب القوس. القوس يا جماعة عينيه الفترة دي مليانة دموع وكسرة قلبه وحسرة، الله المنجي يا رب. فين بقى إيماننا بالله عز وجل يا قوس؟ وفين يا الجوزاء؟ طبعا 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 التحذيرات كلها عند الجوزاء، التحذيرات كلها عند برج القوس. نسبة بسيطة قوي للعذراء، لأن العذراء ما شاء الله تبارك الله عنده انفراجات حلوة قوي قوي قوي. تمام، زي ما قلنا القوس والجوزاء والعذراء في إرباكات. الإرباكات دي ينتبهوا، لو في سفر ينتبهوا، بلاش تسافروا، أرجوكوا ريحوا يا جماعة، السفر غير ملائم خالص ليكوا، وترجعوا تقولوا أصل معرفش مش عارف إيه، باسمك اللهم الحفيظ الحافظ. لو مضطرين تسافروا والله العظيم شغلوا قرآن كريم في العربية وادعوا ربنا، واركبوا السيارة أو وسيلة المواصلات أو الطيران أو whatever اللي هتركبوه، أي حاجة بقى هتركبوا، موتوسيكلات هتركبوا، أي وسيلة من وسائل المواصلات، اذكروا ربنا كتير قوي، لان انتوا عندكم كل التحذيرات، الجوزاء العذراء والقوس، والله اعلى واعلم عندكم ارباكات جامده جدا، عندكم داون وعندكم ديبريشن وعندكم نيجاتيف انرجي. حاجه تخص اوراق يا جماعه، ورقه حرقت، يعني مش عايزه اقول حرقت قلبكم، بس في ورقه وجعتكم قوي، ممكن تكون ورقه رسوب حد سقط، ممكن يكون قضيه ما نجحتش في الاول، قدر الله يعني قضيه مش حلوه او ما كسبتوهاش قضائيه، ممكن يكون موضوع ورث، ممكن يكون وفاه حد قريب منكم. تاني القوس الجوزاء العذراء، لكن في تعويضات، في تعويضات جامده قوي للعذراء الفتره الجايه باذن المولى عز وجل، لان الوضع الفلكي بيقول لك والله العظيم يا عذراء ابشروا ابشروا،
إن مع العسر يسر، والله ما كلامي ده كلام المولى عز وجل، إن بعد العسر يسر، إن مع العسر يسر. ده ربنا قايل لك يا عذراء كذا مرة، أنت والجدي ولل 12 برج. طبعا تاني الجوزاء لازم يستعين بالله أكتر، لازم يقرأ قرآن أكتر، لازم يستغفر أكتر، لازم يصلي أكتر، لازم يصدق، لازم يقول كلام طيب، لازم يبقى قوي، يحاول يساعد اللي حواليه، يجبر الخواطر. يا جوزاء أنت عندك مسؤولية، أنت عندك ريسبونسبيلتي، لازم وقع على عاتقك، لازم تقوم بيها. أنا عارفة يا جوزاء أنكم رجالة وبناتكم رجالة والقوس رجالة وستاتكم رجالة، والعذراء طبعا دول المثالين الذين يسعوا للمثاليه، واصحاب حبايب ربنا، حبايب ربنا. بقول لكم ابشروا والله العظيم اللي جاي حلوه قوي قوي قوي، انفراجات رهيبه يا عذراء. زي ما قلنا هننتبه انتوا الثلاثه عذراء جوزاء قوس، بلاش سفر، انتبهوا من اوراقكم، انتبهوا من مستنداتكم، اموركم ليست الافضل وليست على ما يرام. ممكن فض شراكه، ممكن يكون ورقه حصلتوا عليها وجعت قلبك، وممكن يكون زي ما قلت رسوب او قضيه معينه مرفوعه ما نجحتش. للقوس الجوزاء عذراء ممكن يكون لا قدر الله ورقه وفاه حد عزيز عليكم، او فقدان شخص، شراكه انفضت، طلاق لا قدر الله، ورقه يعني مش هنقول سلبيه، بس كل شيء عند ربنا فيه جواه منحه، المحنه جواها منحه والله العظيم. يمكن يكون اختبار من ربنا عشان نرجع له اكتر، عشان نفوق اكتر، عشان نعرف ان الحياه مش مستاهله، فلازم نبقى فيري هيلبر، ولازم نبقى سمايل، ولازم نساعد الناس، ولازم نعرف ان ربنا عز وجل هو المعز، وهو اللي بيعمل كل حاجه، وهو المتحكم الاول في والاخير في الدنيا، فلازم نتشبث بيه، نستعين بيه، نقرب منه، نحبه، ونحاول نرضيه على قد ما نقدر. الزهره زي ما قلنا كوكب الحب، كوكب الشخصنة، كوكب العلاقات والارتباط، كوكب الفرح، لأنه كوكب لما بيدخل لبرج بيزهره. هو كوكب الزهرة ده كوكب الشخصنة، يعني القرايب، بنات خالاتكو، ولاد عماتكو، قرايبكو، عيلتكو. الزهرة كوكب الحب زي ما قلنا، لكن الوضع بتاعه دلوقتي كوكب الحب أو كوكب الزهرة يمكن هيأثر سلبي شوية على مين؟ على برج الأسد شوية. الوضع مش أحسن حاجة بالنسبة لبرج الأسد، الوضع مش أحسن حاجة بالنسبة للعقرب، الوضع مش أحسن حاجة لبرج الثور، لكن الثور عنده ترقية. الثور عنده يا جماعة ترقية، مبروك يا ثور، حالتك العملية هتتحسن. أنا عارفة إن قلبك موجوع قوي، لأن الزهرة في وضع غير ملائم ليك أبدا، صحيا ونفسيا في ألم نفسي، وجع كده، في حزن في العين، في لمعة في العين بس مش فرح، دموع كده، عينيك مرغرغة يا عقرب، انت والأسد والتور. والله العظيم في تعويضات يا تور. التور أولكم طبعا عشان نبقى يعني عشان أبقى واضحة بما يرضي الله، الوضع الفلكي بيبشر التور أول حاجة، وبعديه الأسد والعقرب، لكن التور أولكم عشان أبقى صريحة معاكم، ده الوضع الفلكي خلاص. لكن والله العظيم يا عقرب انت والتور بالاستعانة بالله، بأذكار الصباح، بأذكار المساء، بقيام الليل. يا جماعة أعظم حاجة في الدنيا دي قيام الليل والله العظيم، حتى لو ركعتين عبارة عن دقيقة 30 ثانية و 30 ثانية. ربنا عز وجل أكرم من سئل وأجود من أعطى، مديك 24 ساعة، خدوا دقيقة بس قبل الفجر أو دقيقتين، يعني كتر خيركم يعني، والله ليكم، والله ربنا غني عن الصلاة وعن كل الكلام ده. بس يا جماعة فعلا سئل أحد الصديقين والصحابة والناس اللي بالكريليون، لو كشفنا عليهم هيظهر لنا الطاقة الذهبية، أفضل طاقة بأحدث تقنية من تقنيات التصوير، وهي تصوير عن طريق الكريليون. لو كشفنا على الناس دي هنلاقي الهالة اللي حوالتهم هي الذهبية، أعلى طاقة، أنقى طاقة، الناس الراقية، الناس النقية، التقية، الشفافة، اللي ربنا راضي عنها، الناس الشريفة، الناس العفيفة، الناس اللي لسانها بينقط عسل نحل، جبارين الخواطر، المحسنين، المجاهدين، اللي الحياة مش أكل بالنسبة لهم، الحياة مش شرب بالنسبة لهم، الحياة مش شهوات بالنسبة لهم، الحياة بيقوم ما يحبوا ويتحملوا ما يكرهوا، فهم عند ربنا عز وجل اليوم مكانة قوية جداً. ويمكن كمان جزء كبير جدا من العذراء ما شاء الله تبارك الرحمن واخدين نسبة كبيرة من الصفات دي،
صفات الساعين للمثالية، وطبعا كل الأبراج كده، كل الأبراج بس على رأسهم العذراء، لأنه دايما هو الساعي للمثالية، البرج الترابي القوي، البرج أبو شخصية قوية اللي بيقرب من ربنا، اللي بيعشق حاجة اسمها صلاة وعبادة واستغفار ووضوء وحب ربنا وغض بصر وإحسان للناس وكلام طيب ومساعدات للبشر، وجودهم نعمة. العذراء يا جماعة زي الأسد وزي العقرب. العقرب هو الإمبراطور، والأسد الرجولة والجدعنة والخدمة والإنسانية ومد العون ومد اليد، ومن لا يشكر الناس لا يشكر رب الناس. يا جماعة عشان نقول لربنا شكرا يا رب، ربنا بيحب يسمع كلمة شكرا للعباد، اللي يقف جنبنا نقول له شكرا، اللي ساعدنا في حزننا نقول له شكرا، اللي شوف لنا شغلانة نقول له كتر خيرك شكرا ونقول لربنا شكرا، اللي يدينا فلوس لو احنا مزنوقين وعايزين نستلف او في قربة او في محنة او في ضيقة نقول له شكرا، لان ربنا من لا يشكر الناس لا يشكر رب الناس. ربنا دايما بيحب العبد الشكور يشكر عباده ويشكره، وراضي وحامد ربنا الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون، اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه. دايما نكون مسلمين مسالمين طيبين. يا جماعه ده سيدنا اسماعيل عليه السلام رضي الله عنه وارضاه، يعني ايه الجمال ده؟ نعم الابن، زي ما ربنا عز وجل كمان اتكلم عنا داود وقال قال عن سيدنا داود نعم العبد. سيدنا اسماعيل، طبعا هستقبل اتصالاتكم بس اقول الجمله الاخيره دي، طبعا انا في انتظار اتصالاتكم بس اكمل الجمله الاخيره دي. سيدنا اسماعيل في منتهى الادب والاحترام، بابا بيقول له سيدنا ابراهيم عليه السلام والصلاه والسلام الى يوم الدين، بيقول له يا بني اني رايت في المنام اني اذبحك، على طول يا ابت افعل ما تؤمر، كلمتين وخلصوا، مش دلوقتي المجادلات والرفض وعدم الرضا. ده بابا بيقول له انا شايف نفسي بذبحك، بيقول له يا ابت افعل ما تؤمر. لازم نكون مسلمين مسالمين راضين بقضاء الله وقدر، راضين بالابتلاءات والتحديات، ودايما نكون كده نعم العبد، نكون اقوياء، نكون ربنا بيقول علينا نعم العبد، العبد اللي بيحمد، العبد اللي بيشكر، العبد الراضي، العبد اللي دايما يصبر، عشان عارف ان الدنيا مرحلة وبعدين هننتقل للمرحلة الاخرى في عالم الباراسيكولوجي وعالم الاخر وعالم المقابر وعالم الجنة والعالم الجميل الاخر. في استقبال في انتظار اتصالاتكم جميعا. اهلا بيك يا استاذة نهى. الو، اهلا بيك يا استاذة نهى، يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. بقول لك يا دكتوره، اتفضلي حضرتك، اشارك في البرنامج؟ طبعا انت معايا طبعا. الله يخليك يا دكتوره. بقول لك انا اكتر من مره احلم ان انا بفلح في الحلم. بتعملي ايه؟ انت اسمك نهى، اسمك استاذه نهى. نهى محمد. نهى محمد، اهلا بيك يا حبيبه قلبي، اموريني اتفضلي. دايما بفلح ان انا بفلح في المنام. معلش وطي التلفزيون عشان فعلا والله مش سامعاكي، وطي التلفزيون. اتفضلي قولي. الشبكة عندك يا أستاذة نهى فعلا مش أحسن حاجة، حاولي الاتصال مرة أخرى. بنستكمل كلامنا يا جماعة. شفتوا يا جماعة، شفتوا يا جماعة احنا قد إيه مقصرين ورجعنا ورا قوي قوي قوي. يعني سيدنا إسماعيل بابا بيقول له يا بني إني رأيت في المنام أني أذبحك، بيقول له يا أبا تفعل ما تؤمر، مش دلوقتي شوية غلاء نلاقي الناس مش عاجبهم شوية، مش يا جماعة احنا لازم نرضى. والمحتكرين انتوا ليكوا حساب تاني مع ربنا، اي حد بيحتكر او يغلي على الناس او يعني يعمل ازمه برضو ليكوا حساب تاني مع ربنا، لازم ترجعوا لربنا. اهلا بيكي يا استاذه هدير حبيبه قلبي، اهلا بيكي منوره الدنيا. اهلا بيكي حضرتك. اهلا بيكي حبيبه قلبي، اتفضلي. بنورك. الله يسعدك يا هدير. هدير اسمك طاقته حلوه قوي، ابشري يا هدير، اتفضلي قولي سؤالك. متشكرة جدا، ربنا يسعدك يا هدير. وطي التلفزيون من فضلك يا هدير، او اقفي في حته هاديه شوي. اتفضلي. ممكن اسال على البرج بتاعي؟ طبعا حبيبتي، طبعا حبيبتي اتفضلي. انا 9/11. انت يا هدير 9/11. ايوه حبيبتي. وخطيبي انت عذراء ما شاء الله تبارك الله، الله اكبر. انت 9/11 مريتي بفتره صعبه جدا جدا، الفتره اللي جايه كلها حلوه قوي يا هدير. قولي لي على اسم خطيبك وتاريخ ميلاده. اسمه علي و1/7 تاريخ ميلاده. اسمه علي، ربنا يعليه. 1/7. اه. انت يعني يا هدير يعني جايبالي الايام اللي انا بحبها.
واحد سبعة واحد سبعة ما شاء الله تبارك الله السرطان. بصي هو حبيبة قلبي، هو انتوا مخطوبين، هو عنده شقة ولا لسه مقدم على شقة ولا هيشتري شقة؟ لا مخطوبين وعنده شقة. الله أكبر، أصل احتمال يجيله شقة تاني أو يجيله محل تاني أو يجيله عقار تاني أو هيختني السنة دي بأمر الله. الوضع الفلكي داعم ليه بقوة يا هدير. الله أكبر ما شاء الله تبارك الله. هو مائي شفاف، أحلامه بتتحقق زي الحوت والعقرب، إنسان سكة ودغري، ما بيحبش اللف، ما بيحبش الدوران، علي ربنا إن شاء الله هيعلي من شأنه وهيرفع درجته بأمر الله وبفضل الله وبكرم الله عز وجل. أنت يا هدير برضو اسمك طاقته حلوة قوي، أنت عذراء، أنت تراب، خطيبك سرطان. اوعي يا هدير، انا بحذرك بس تحذير امور قوي، وانا بضحك بقولك انا بحذرك. بصي يعني هزعل منك، اوعي تزعلي هدير. هدير علي خطيبك علي برج السرطان يعني مائي، وانت يا روح قلبي الله اكبر ترابيه عذراء، يعني البرجين دول لو فهمت دماغ علي انتوا هتبقوا كابلز حلو قوي ما شاء الله تبارك الله. اللهم بارك، اللهم صل على النبي، ما شاء الله تبارك الله، عسل، لأن الترابي مع المائي بيتفهموا بعض، أقوياء زي بعض، بيحترموا بعض، فالعلاقة بينهم بيبقى فيها فليكسابيليتي، فيها مرونة وفيها ليونة وفيها ذكاء وفيها فهم وفيها تقدير وفيها احترام، علاقة محترمة، علاقة ناجحة، علاقة كلها جمال. اوعي تزعليها هدير عشان أنا ما زعلكيش. ميرسي قوي يا هدير. هنكمل يا جماعه البشارات للي 12 برج. لو سامعيني يا هدير، انا بشرتك اهو. علي برج السرطان اخباره السنه دي حلوه قوي، بس كان بيعاني برضو ولحد بكره وبعده في حاجه وجع قلبه شخصيه السرطان، بس عنده تعويضات هو والعذراء والجدي جامده قوي قوي قوي. يا اهلا بيك يا ساندي، ان شاء الله ابشري والله العظيم يا هدير انت وعلي اخباركم كلها حلوه. يا اهلا بيك يا ساندي. ساندي اهلا بيك يا ساندي. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا روح قلبي، اتفضلي قولي سؤالك. بصي انا برج الدلو شهر 4/2، ممكن انت ايه؟ ايه الدلو 4/2؟ اه يا حبيبتي. بصي يا حبيبي، انت برج الدلو، الدلو الله اكبر الله اكبر، انت عندك الزهره وعندك المريخ والحوت عنده عطارد، وانت عندك كواكب كتيره جدا، انت الوضع اللي جاي بس النهارده في نوع من الارباك او الداون او الارهاق. الدلو عاوز استجمام، عاوز تيك يور بريث، تاخدي نفسك يا ساندي، عايزه شوفي انت بتنبسطي من ايه وبسطي نفسك، اسعدي نفسك والله العظيم يا ساندي. انت مسؤوله عن نفسك والله العظيم يا ساندي، انت هتتحاسبي عن نفسك. هل اهتمتي بيها ولا لا؟ ريحتيها يا ساندي ولا لا؟ بتنامي كويس يا ساندي وبترحمي الجسم اللي ربنا عز وجل امنك عليه ولا لا؟ بتاكلي نفسك اكل صحي ولا اكل جانك فود وفاست فود واكل مش هيلثي خالص؟ بتشربي مشروبات صحيه تدي لجسمك طاقه وصحه؟ احنا باخو براء طاقه، لازم اركز لكم على الاكل بيدي طاقه، الافوكادو، الشمندر، البندوره، الاكل اللي بيدي باور، بيدي موتيفيشن، بيدي طاقه وفايبس عاليه. انا عايزه الجمهور بتاعي او حبايبي واخواتي يكون الفايبس بتاعتهم عاليه جدا، اقوياء وعندهم قوه واراده وعزيمه وتحدي وصبر لكل الابتلاءات اللي ربنا عز وجل بيختبرنا ويشوفنا هنصبر ولا هنكفر. اهلا بيك يا استاذه عبير. اهلا بحضرتك، كل سنه وحضرتك طيبه. وانت بالف خير، رمضان سعيد عليكي ورمضان كريم عليكم يا روحي. بص حبيبتي انا عبير 14/3. 14/3 سؤالك 3. عن ايه يا استاذه عبير؟ بسال عن الارتباط وفي عندي مشاكل كتير قوي يعني من تقريبا من كل انت النواحي. انت 14/3؟ اه. اللهم صل على النبي، انت عطارد، الكوكب عطارد عندك، يعني عايز اعرف الايام والشهور اللي جايه فيها ايه؟ حوت يا روح قلبي، انت حوت. اه يا حبيبتي. بصي أيوة. انت تخاف منك يا عبير. ليه؟ لا هقول لك يا روح قلبي، عشان انت حلوه قوي، شفافه قوي، فاقسى الناس قوي بالبلدي. انا بصي بتكشفي يعني الناس، يعني انا بعمل خير وبتقلب عليا بالشر. لا يا روح قلبي،
انت انسانه نقيه تقيه، برج مائي، برج شفاف، احلامك بتتحقق، جدعه زياده عن اللزوم، بتفركي كده، عارفه بتفركي؟ لو حد قال لك على خدمه وقال لك بليز انت فيري هيلبر، اخدميني في الموضوع الفلاني، وانت قد الخدمه بتقدميها بمنتهى الفلكسبيليتي والسلاسه والمرونه والليونه. لكن يا عبير، لو مش قادره تساعديه، لو مش في امكانياتك المساعده، الحوت ما بينامش. الحوت دماغه بتفضل شغاله، يكلم ده ويكلم ده، ومعلش عشان خاطري، اصلها تخصني، اصلها قريبتي، اصلها تهمني، مشيلها الموضوع، يسر الموضوع، مشي الموضوع، عدي الموضوع. بني ادمه فيري هالبر وخدومه وربنا هيكرمك. الحوت ايجابي، احلامه بتتحقق، شفاف، نقي، تقي. مرعبه هقول لك ليه، او انت تخاف منك ليه؟ لان اللي قدامك ما بيعرفش يحوط عليك كتير ويلف ويدور لف والدوران ده، انت بتكشفيهم بسرعه، انت ذكيه جدا، ذكيه جدا، لكن انت بيسموكي كلمه يعني بياخدوكي بتتظلمي في حاجه، هم بيقولوا عليك الجبروت، الحوت ده اكبر كائن في البحر، بيقولوا دايما على ست الحوت دمعتها صعبه، انت في اوضتك اصلا بتقعدي تعيطي ومحدش لا بيسمعك ومخدك بتتبل ومحدش بيشوفك، انت ما بتحبيش تبيني ضعفك قدام حد، لكن الحوت ده اعظم كائن في البحر، اقوى كائن في البحر، هو الامبراطور بقى، مش العقرب امبراطور الابراج والاسد امبراطور الابراج، الحوت بقى في البحر هو امبراطور الحيوانات والكائنات البحريه. احلامك بتتفسر، بتكشفي اللي قدامك بسرعه كده على طول كده، تفهميها وهي طايره. لو حد ابتدى يحور عليك يلف ويدور يتخابس يتلائم على طول بتهرشيه، على طول بتفهميه، علشان كده بتكشفي الورق بسرعه. يا استاذ احمد، يا اهلا. اهلا بك. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. كل عام وانت بالف خير. رمضان كريم. رمضان كريم. الله اكرم، الله يخليك، كل سنه طيبه. الله اكرم، وانت بالف خير وصحه وسعاده، كل عام وانت بخير، مش كل سنه، كل عام وانت بخير. كلمه عام اقوى واحلى واجمل من سنه، لان انت لما تقرا سوره ياسين وترجع لسوره ياسين هتلاقي ربنا عز وجل امتى قال سنه وامتى قال عام. عام فيه يغاث الناس، عام يعني رخاء، عام يعني عطاء، عام يعني قوة ومنحة. سنة طاقتها داون ودبريشن ونيجاتيف انرجي، طاقة مش حلوة. انا مواليد 7/11. سؤالك عن ايه بالظبط يا استاذ احمد؟ اسم احمد بقى، خلينا الاول في اسم احمد. اسم احمد يعني طاقة الحمد وطاقة العلو وطاقة الرفعة، طاقة اسمك حلوة قوي قوي. انت 7/11، اللهم صل على النبي، انت عقرب. في اتصال من حد كانت علاقتك مقطوعة بيه أو انقطعت أو من العالم الآخر، يعني أنت في حد ميت والله أعلى وأعلم هيجي لك في المنام هيقول لك رسائل. أنا كلامي للستات وللرجالة برج العقرب، في اتصال من خلال البارا سايكولوجي العالم الآخر، اتصال هيجي لك يا إما من حد حي، أنت ركز معايا يا برج العقرب ستات ورجالة، يا إما حد انتوا الشراكة انفضت، حد كان مطلق ومراته هترجع تكلمه، او واحدة برج العقرب جوزها يرجع يكلمها، او من العالم الاخر حد ميت، حد متوفي هيجيلك وهيوصل لك رسالة عايزها توصل للاحياء او لأهلك او لقرايبك. الفترة الجاية بإذن الله فترة نماء وازدهار وتألق وطبطبة، لكن هو بس التحذير الوحيد لبرج العقرب يا احمد هو انت اسمك طاقته حلوه قوي 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 قوي. التحذيرات زي ما قلنا للقوس وللجوزاء وللعذراء، المكان اللي هو الشخصي او النفسي. بالنسبه بقى للداون او الدبريشن او الارتباك موجود عند القوس وعند العقرب وعند الاسد، فبرضو التلات ابراج دولت يخلوا بالهم كويس قوي، لان عطارد بالحوت والزهره بالدلو والمريخ بالدلو وزي ما قلنا الزهره بالدلو وضعيات، والقمر عند الجدي. الوضع الفلكي ممكن يجيب لك اتصال من العالم الاخر او حد متوفي هيجي لك يقول لك رساله توصلها لاهلك او لقرايبك. اهلا بيك يا استاذه حكمت.
السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اسم قوي جدا يا حكمه وحلوه قوي قوي قوي، بيدي طاقه حلوه. يكرمك يا رب. كل عام وانت ربنا يرضى عليكي، وكل عام وانت بالف خير وصحه وسعاده وهنا وانفراج وكل حاجه حلوه. ربنا يصلحنا بين ايدك يا رب. ربنا يسعدك يا احلى حكمه. تقولي حبيبتي اللهم امين يا رب. بصي حضرتك، عايزه اسال انا على برجي، وبتحصل لي حاجات ورا بعض كده كلها، حاجات بتتكسر في البيت وبتبوظ. خير يا حبيبتي خير، بس الطاقه بتاعتك مش مظبوطه والله العظيم يا حكمه. يا ما بنشغلش قران، يا ما بنقراش قران على ميه ونشربه وناكل بيه جوزنا وعيالنا، يا ما بنرقيش الشقه، يا بنسيب العظم في البيت. وانا نبهت كذا مره، ارجوكوا عظم السمك ما يباتش في البيت، عظم الفراخ بعد ما ناكل ما يباتش في البيت، عظم اللحمه ما يباتش من البيت، ارجوكوا يا جماعه. غلط، العالم الاخر والباراسايكولوجي والجن بيتغذوا عليه. فانت بتلمي جن في البيت، احنا عايزين نلم ملايكه، عايزين ننظف البيت، نعمل ريحه حلوه، نمسح بمعطرات ريحه حلوه، دايما واخدين شاور، دايما طاهرين، لساننا طاهر، قران في البيت عشان الحسد يروح. اتفضلي يا استاذه حكمه، تقولي لي يوم كام يا حبيبي وشهر كام؟ انا 31/10. 31/10. سؤالك بقى عن ايه بالظبط يا حكمه؟ عن اهم حاجه انت بتساليني فيها عن ايه؟ انت 31/10؟ 5/7. اه حبيبه قلبي، انت 31/10 ابشري. أيوة. انت عقرب. بصي يا حبيبتي، الايام دي في اتصال من العالم الاخر، حد يا جدتك هتجيلك والله اعلى واعلم، يا جدك، يا حد من عيلتك قريب منك متوفي هيجيلك في الحلم يديكي رساله. العقرب اليومين دول يا اما اتصال بالعالم الاخر، يا اما اتصال من حد كنت علاقتك بيه فض شراكه، يا طليقك يا انتمتك والعلاقه اتفضت، يا جار قديم او جاره قديمه كانت مسافره هترجع، في رجوع برساله، الرساله دي ممكن تكون من العالم الاخر هيتصلوا بيكي. حد عاوز يكلمك ويتواصل معاكي بس ميت من العيله، والله اعلى واعلم. الفتره اللي جايه باذن الله العقرب استقرار وازدهار، في امور ماليه هتتحسن باذن المولى عز وجل. ممكن يكون فلوس هتجيلك، انت مشغوله بامور ماليه ماليه ماليه، انت مشغوله قوي، انت عندك شغل 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 وعندك جمع فلوس ماليه، يا اما بتستلمي فلوس يا اما بتسددي فواتير، عندك في بيت المال حركه كتيره قوي عقرب. ابشري والله العظيم، ابشري، اللي جاي لك كله خير يا حكمه، واسمك حلو قوي يا حكمه، ابشري يا روح قلبي. عندك سؤال تاني؟ اه اوكي يا حكمه، احنا في انتظار اتصالاتكم يا احلى جمهور ومشاهدينا ومتابعينا لاحلى قناه فضائيه وهي صحاوي الجمال، في برنامجكم المتميز دايما وابدا واللي دايما بيقدم لكم كله جديد، وبشر مع دينا حمدي. هنستكمل. قلنا طبعا يا جماعه الزهره لما اللي هو كوكب الحب والعلاقات والشخصنه، اما بيكون يا جماعه موجود في وضع مناسب بيخلي اللي مش مرتبط يرتبط باذن المولى عز وجل، بيخلينا عندنا شغف، عندنا حب للحياة، بيملى الحياة حياة، بيدي الحياة سعادة وبهجة وأمل وحسن ظن بالله. الزهرة لما بيبقى موجود في وضع مش مناسب طبعا طبعا عامل إرباك للعقرب، عامل للثور، عامل للأسد، لكن الثور زي ما قلنا عنده حد من الأسرة، يعني أقول إيه، في شخص تعب قلبكم أو وجع قلبكم الفترة اللي فاتت. الثور، العقرب، الأسد، ممكن يكون مرض حد قريب منكم، وجع قلبكم، وفاة حد قريب منكم وجعت قلبكم، ممكن يكون حاجة كسرت قلبكم، والله العظيم ربنا هيكبر خاطركم. يا أهلا بيك يا أستاذة شيماء. أهلا بحضرتك يا أستاذة حبيبة قلبي. إيه؟ الحمد لله بفضل الله والشكر لله، مبسوطة ماشي. إني سمعت صوتك. الله يخليك. أنا عندي برجين عايزة أسأل عليه. أنت تقولي اللي أنت عايزاه. الله يخليك. تفضلي تفضلي. آية. آية. الله 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 على الاسماء اللي طاقتها زي العسل. الله اكبر. 21/12. انت بقى عايزه تسالي على ايه بالظبط الايه الاول؟ حب صحية. ولا عاطفه ولا ايه بالظبط؟ هي 21 صحية. ايه صحيه، وهي 21/12 دي كوس، دي يعني انا اسفه، هي دي بنتك؟ لا بنت اختي. طب انا اسفه جدا، هي عندها الفتره دي، انا مش بدون لف ودوران، عندها تحذيرات والله العظيم، عندها تحذيرات. قلبها وجعها، في حاجه وجع قلبها، يا اما حد اتعامل معاها بطريقه مش كويسه، يا اما سمعت خبر عن حد في العيله كسر قلبها، او حد في العيله مريض حرق قلبها، او هي نفسها حالتها النفسيه مش متظبطه بسبب حد قريب وجع قلبها، حد عاملها بطريقه غير لائقه في الشغل او الاكتر القرايب.
وفاة حد أو مرض حد أو تعب حد أو تعبها هي شخصيا، في مستشفيات، في زي ما يكون إشاعات، في زي ما يكون عمليات، هي عندها تحذيرات. بصي يا روح قلبي، لازم تذكر الاسم من أسماء الله الحسنى، اسم الشافي، تقعد تقرأ على المية: أعوذ بعزة الله وقدرته، باسمك اللهم الشافي المعافي، تشفيني وتعافيني من كل شيطان وهمة، من شر كل عين لامة، من شر ما أخاف وأحذر، من شر ما أجد وأحاذر. وتشرب وتخفف المية دي، بتبقى مركزة جدا، تخففها وتطبخ بيها أو تشربها أو تملى البيت بالمية دي، لأن المية بالقرآن بتملى حياتنا بركة ورضا من المولى عز وجل وسعادة وفرح وبهجة وأحلى حاجة في الدنيا والله العظيم. لكن أبشري يعني، أبشري، هي فترة وهتعدي، هي فترة وهتعدي، قولي لها بإذن الله تستعين بالله علشان تعدي، لأن عندها والله العظيم عندها تحذير. يا أستاذة شيماء يا أهلا وسهلا بيكي. أوكي، حاولي تتصلي تاني لأن الشبكة يا أستاذة شيماء مش ستيبل، فيها كده انستابيلتي، مفيهاش استقرار خالص. هنرجع تاني نستكمل يا جماعة. يا هدى، إيه يا هدى؟ مساء السعادة على أحلى هدى في الدنيا، إيه الأسماء الحلوة دي؟ يا أستاذة هدى. ألو. أهلا بيكي، أهلا بيكي يا أستاذة هدى، اتفضلي قولي. أيوة، السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكي، اسمك حلو يا هدى، ما شاء الله تبارك الله. اسمي هبة، هبة يا أستاذة دين. الله، الله أكبر. هبة، هبة، كلمينا من التليفون ووطي التلفزيون أرجوكي يا هبة. طاقة هبة وطاقة هدى، طاقتهم قوية وحلوة قوي، يعني هبة من رب العالمين، يعني منحة من رب العالمين، اسمه كله طاقة خير وسعد. اتفضلي قولي سؤالك يا هبة. عايزة أسأل عن 20/5. ماشي أنا حبيبة قلبي، أنت يا هبة 20/5؟ أيوه. أه يا حبيبتي، أه تمام. وعايزة تسألي بخصوص، أنت 20/5 ده أنت آخر عشرية، العشرية الأخيرة في الثور، في طريق إيه هتجيلك لو بتشتغلي؟ في حد واجع قلبك من العيلة، يا إما قال لك كلام وجع قلبك، يا إما عياه وجع قلبك، يا إما لا قدر الله وفاة حد من عيلتك وجع قلبك، في حد جوه العيلة واجع قلبك، مخلي عينيكي بتلمع، مش لمعة فرح، لمعة وجع قلب. حد قال لك كلمة ما عجبتكيش، حد تعب ووجع قلبك، ممكن تكون أم لا قدر الله، أو أب أو جد أو جد أو خالك أو عمتك، عندك كده يا هبة؟ عندك في حد في العيلة تعبان أو أنت تعبانة، أو حد قال لك كلام ضايقك وجرحك الفترة اللي فاتت؟ هو أنا فعلا تعبانة، بس مش يعني كده بالظبط، بس فعلا تعبانة. إن شاء الله هتخفي، لأن عندك ترقية في الشغل اليومين دولت بإذن المولى عز وجل، والله العظيم أبشري. لو في البيت عندك تحسين وإصلاحات لأمورك البيتية، لان انت الثور والجدي كانوا يعني متمرمطين الفتره اللي فاتت، والله اللي جاي جبر، والله اللي جاي عطاء، والله اللي جاي طبطبه. يا جماعه ربنا اكرم من سئل واجود، والله العظيم من اعطى، يا جماعه ربنا كريم قوي. تابعينا يا هبه، شكرا. اللي جاي حلوه قوي قوي، لان الجاي انفراجات. النهارده يوم الجدي، بنقول للاستاذ حسين رئيس تحرير قناه الصحه والجمال كل عام وانت بخير، مش عشان عيد ميلادك، عيد ميلادك عدى، الايام دي ايام الحوت يا استاذ حسين، انت وبرج الجدي، كل مواليد برج الجدي، فالامر الله اكبر عندك، عند برج الجدي، رئيس تحريرنا طبعا المحترم واخونا الجدع، وكل مواليد برج الجدي بنقول لكم ابشروا، والله العظيم ابشروا، اللي جاي قوي جدا. والتور عندكم، يا تور يا دكتاتور، عندكم ترقية وانفراجات وتحسينات مالية وإصدهار. انت يا تور من المبشرين، انت والعذراء، لكن العذراء عنده حتة صغننة كده ياخد باله منها، احنا قلناها وهنقولها كمان شوية تاني. خلاص، طيب نستكمل بقى كلامنا. زي ما قلنا الأسد عنده تحذيرات نفسية وصحية، مش أحلى حاجة، إما العقرب فيه حاجة مزعلاه أو صحيا فيه حاجة مزعلاه. العقرب عنده اتصال بالباراسايكولوجي، حد ميت هتحلموا بيه أو هيجيلكوا في المنام الأيام دي، الأيام دي. خدوا بالكوا يا عقرب، خدوا بالكوا قوي من الحلم اللي هتحلموه أو من فض الشراكة اللي حصلت، من الرسالة اللي هتجيلكوا. أهلا بيك يا أستاذ حسين. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، أهلا بيك منورنا، اتفضل قول سؤالك. الله يبارك فيك. أنا حسين مصطفى.
استاذ حسين مصطفى. اه الله يا استاذ حسين، اسم حسين ده الحسن والحسين، طاقته حلوه قوي. تاريخ ميلادك كام؟ 13/11. حضرتك بتسال على حاجه معينه؟ والله انا يعني حاجات كثيره، يعني انا مش عارف. انت 13/11 انت عقرب، انت عندك في اتصال من الباراسايكولوجي، العالم ما وراء الطبيعه، طاقات غير مرئيه. في حد عايز يتواصل معاك، ممكن يكون من اهلك او من دمك توفى وعاوز يجي لك في الحلم يديك رساله توصلها لاهلك، او حد انت فضيت معاه شراكه، طليقتك مثلا، جارك، كنتوا متفرقين وكان مسافر، راجع ومعاه رسائل حلوه هتستقبلها وهتبقى مبسوط يا حسين. انت برج العقرب، عندك شغل وعندك مشاغل ماليه، فلوس بتجمعها او فلوس بتسددها، عندك حركه في بيت المال، عندك بامر الله انفراجات، عندك حركه، عندك حماسه، عندك بامر الله تعويضات، لان قلبك كان موجوع لحد امبارح من حاجه شخصيه، حاجه تخص حد من دمك، وجع قلبك. يا اما مامتك، يا اما باباك، يا اما خالك، يا خالتك، يا عمتك، حد أخوي. من دمك. اخوك ماله؟ ايوه ماله اخوك؟ يعني كنا ما توقعتش اللي يحصل مني ده معايا. اختلافات. ايوه خلافات. طيب هو انا بقول لك، هو التحذيرات رايحه نفسيا ونفسيا وصحيا، راح للاسد والعقرب والثور، وراح جزء بسيط قوي 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 للعذراء، والجزء الكبير للجوزاء والقوس، ياخدوا بالهم جدا 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 الفتره دي. لكن التالق والازدهار طبعا الثور عنده تالق وازدهار، الجدي عنده تالق وازدهار، العذراء عنده تالق والازدهار، الاسد بامر الله ربنا هيصلح حاله، بس الاسد والعقرب والجوزاء والقوس يهدوا بس الفتره دي، علشان فتره شويه الوضع الفلكي شويه مش مدعم قوي، مش مدعم بقوه، فلازم نستعين برب الكواكب ورب الاكوان علشان ربنا عز وجل يعمل لنا بالانس، وزي ما بيتفضل علينا مليارات المرات هيتكرم علينا مليارات المرات ايضا. شكرا يا استاذ حسين على اتصالك، ابشر والله العظيم اللي جاي كله خير، طاقات سعد، طاقات هنا، طاقات عز، طاقات انفراجات، طاقات طبطبه، ربنا اقسم وعد وقال يا عقرب ان مع العسر يسرى، ان بعد العسر يسرى، ده قررها اكتر من مره، ده لازم يبقى عندنا حسن ظن في الله رب العالمين. زي ما قلنا المريخ ده بيبقى كوكب الحماس والطاقه والشغف، لو موجود في مكان مش مناسب بيعمل لنا سحب للطاقة وسحب للشغف وسحب للإنرجي، بيخلينا عندنا داون وديبريشن ونيجاتيف إنرجي، ملناش نفس نصحى أصلا من النوم، ملناش نفس نفطر، ملناش نفس نقوم نصلي، استغفر الله العظيم، ملناش نفس نرد على الموبايل، عاملينه سايلنت، رامينه، مش عايزين نتواصل مع البشر، عايزين نبقى مكتئبين كده ولوحدنا. لأ، دايما لما توصلوا للمرحلة دي يا جماعة جري على اللي خالقكم. يا جماعة الموبايل أما بيبوظ بنوديه لتوكيله، إحنا توكلنا ربنا، احنا وكلنا ربنا، احنا الجهاز اللي صنعه الله عز وجل، فلازم دايما نروح له، دايما نتوضى ونوقف كده قدامه مهذبين وهدومنا نظيفه واخدين شاور ومتوضيين ونكلمه، لان التواصل كذا مره في اليوم مع ربنا بيحسن طاقتنا وبيعدل مودنا، واحلى حاجه في الدنيا. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا استاذه. ايه يا حبيبه قلبي، بحب صفاء. كلامك جدا، الله يجبر خاطرك، كلامك العسل ده، بموت في كلامك العسل ده، ربنا يجبر خاطرك، بس بخير ده، ماشي بخير، كلامك العسل ده، ربنا يجبر خاطرك. اسم صفاء ده اسم صفاء، اسم نقاء، اسم طاقه، ربنا يجبر كلامك العسل، بحب كلامك قوي، ربنا يجبر خاطرك يا صفاء، ابشري والله ابشري ما شاء الله. انا سبعه، انا سبعه واحد انت سبعه انا احب رقم سبعه قوي، احب رقم سبعه قوي 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 يا صفاء. في حاجه متعطله لي كده، في حاجه متعطله، عايزه اجيب شقه وحاجه متعطله، كل ما اروح اجيب حاجه تتعطل لي. حبيبه قلبي انت عندك عطل في حاجه معينه او واقفه في حاجه معينه؟ شقه، عايزه اجيب شقه والحاجه وكل ما اجيب وخلاص وخلاص والحاجه تتعطل لي. لا يا حبيبه قلبي، اللهم بارك، انت اخر عشيه في الجدي، انت السنه دي بامر الله مش هيحصل عطل، لا 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 لا، يا رب يا رب ادعي لي يا رب. حبيبتي انت ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، انت السنه دي الجدي عنده تيسيرات مهوله، اللي فات كله خلاص مات وكانت فتره صعبه، انت اللي جاي كله أيوة للجدي. كده كنت فعلا كانت كنا وكان صفاء، الفتره دي عدت يا صفاء، والله العظيم الفتره دي عدت، اللي جاي طبطبه وجبر خاطر، لان ربنا عز وجل كل ما الدنيا لا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضه، كل ما الدنيا تكسر
خاطر كل ما الدنيا تيجي عليكي، كل ما الدنيا تحسسك بالسواد، ربنا عز وجل بيفتحها، ربنا بيروح جابر خاطرنا، ربنا بيعرفنا ان عندنا اله قوي بنعبده، قادر قادر قدير مقتدر، يقدر يعمل اي شيء. لازم ثقتنا في الله عز وجل تزيد، لازم يكون عندنا حسن ظن بالله عز وجل. والله العظيم عندك انفرادات يا صفاء. وسبح واصلي واسبح الحمد لله، بس الحاجه دي واقفه لي ليه؟ الحاجه دي واقفه لي، هتتفتح لي يعني؟ الحمد لله. والله العظيم لا تنفتح، بس ممكن بس تقبلي البشره. قولي قبلت البشره. قبلت البشره من حضرتك. صلي على النبي روح قلبي. عليه الصلاه والسلام. الصلاه على النبي بتفتح الاقفال، الاستغفار بيفتح الاقفال، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، كنز من كنوز الجنه. لا اله الا الله كتير، والله بصلي على النبي كتير. يا ربي يخليك يا عمري. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لازاله الهم ولازاله الغم وللانفراجات وللتيسيرات وللنماء وللخصوبه ولكل حاجه حلوه. ايه كمان؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، استغفر الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، عدد كل شيء وملء كل شيء، عدد ما احصى كتابك وملء ما احصى كتابك، عدد الحركات وعدد السكون وملء ما كان وملء ما سوف يكون الى يوم الدين. دي طاقات ايجابيه بتملى البيت. خلي الفايبس صفاء، تابعينا يا استاذ صفاء. يا حاجة صفاء الفايبس بتاعتنا، احنا طاقة، احنا والله العظيم يا جماعة، والله ده غير علوم الباراسايكولوجي، وان انا خبير الطاقات غير مرئية وتلميذة استاذي الفاضل رئيس الاتحاد العربي الافريقي للفلكيين دكتور محمود الشامي، فخورا ان بيقول لي انت التلميذة النجيبة بتاعتي. يعني كل الشكر وكل التحية وكل الاشادة، من لا يشكر الناس لا يشكر رب الناس. بشكرك يا دكتور محمود الشامي على تعليمك ليا، ربنا يعزك يا رب ويزيدك من فضله. يا جماعة في علوم الباراسايكولوجي احنا جسمنا عبارة عن طاقة. دايما الانسان المحبط او اللي عنده دايما داون او اللي عنده دايما نيجاتيف انرجي، لما بنقعد معاه بيسحب الطاقة الايجابية بتاعتنا، بيبلعها كده بيسحب، تقوم من قدام والله العظيم يا جماعة تحسوا ان انتم مرهقين، طاقتكم اتسحبت، ما عندكوش طاقة، حاسين باحباط وحاسين بيأس وحاسين بفشل. طب العكس صحيح، لما نقعد مع حد كله طاقة ما شاء الله تبارك الله، طاقة إيجابية وحيوية ورضا وحسن ظن بالله وتسليم ومسالمة لله رب العالمين، يجيبكم كده تقولوا الحمد لله، يبتليكم تقولوا الحمد لله والشكر لله. دايما كده عباد مرنين، يقول عليكم نعم العباد، خليكم نعم العباد. يا أهلا بك يا أستاذة نبيلة. أهلا بحضرتك يا فندم. حبيبة قلبي منورة الدنيا يا أستاذة نبيلة. اسمك حلوة قوي يا نبيلة، عن النبل وعن النقاء. أنا حضرتك 16/7. أنت 16/7، أنا بحب رقم 7 قوي بقى. يعني أنتوا النهاردة الأستاذ حسين رئيس التحرير بتاعنا يعني جايب لي مختار لي اتصالات حلوة قوي. أنت 16/7 بتسألي بخصوص إيه يا حبيبة قلبي؟ بخصوص إيه بالظبط؟ طاقة عامة ولا إيه بالظبط؟ انت على العموم انت سرطان 16/7، انت سرطان العشرية يعني الاولى في السرطان، عشرية اولى مش عشرية تانية ولا تالتة. وسؤالك ايه يا استاذة نبيلة؟ اسمك حلوة قوي يا نبيلة وطاقته حلوة، طاقة جميلة النبل. حضرتك كنت حلمت الحلم يا فندم. خير يا رب، اللهم اجعله خير حبيبتي ان شاء كنت الله. كنت حلمت والدتي متوفية بقالها شهر. الله يرحمها يا رب في الفردوس الاعلى يا رب العالمين. يا رب اسمي زعلت عليها وكده. ف عفوا حلمت بحلم يعني ليها، ان انا كنت رايحه ازورها في المقابر. بس بالراحه بشويش بقى يا نبيله بشويش. اللهم صل على النبي. كنت رايحه تزوريها في المستشفى. اللهم صل على النبي. وبعدين كنت رايحه ازورها في المقابر في المنام. في بالليل فرايحه وحد معايا، فانا بقول لها الحد اللي معاكي ده تعرفيه واسمه ايه؟ تعرفيه ولا لا واسمه ايه؟ لا ما اعرفه، ما مش متذكره حضرتك. مش متذكره؟ اه ماشي. وبعد ما رحت المستشفى طلع لي بنتين كده على باب التربه. ما شاء الله. قالوا لي خلاص على بقى ما تجيش الا على باب المستشفى ولا التربه؟ نعم على باب. طلعوا لك بنتين على المقبره ولا المستشفى؟ ايه البنتين اللي ظهروك لك سنهم قد ايه وظهروا في المستشفى ولا في المقبره؟ لا في المقبره. تمام قدام الباب. اللهم صل على النبي. قالوا لي ما تجيش بقى الا خلاص بقى ما تجيش الا على 40. ما تجيش ايه؟ الا على 40 بتاع والدتك. هم الاطفال البنتين بيقولك ما تجيش، انت ما تجيش غير على 40؟
ايوه. طيب هو بصي يا روح قلبي، الاطفال البنات تابعيني يا نبيله وهرد عليكي حبيبه قلبي. بصي اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. دايما البنات الصغيره بيبقوا دنيا جديده واخبار مفرحه وجديده وعالم جديد وفي تطور، في حاجه جديده، في خير، في حاجه حلوه هتدخل حياتك بامر الله، لان دايما البنات الصغيرين دول بيبقوش السعد وقدم الخير، وما شاء الله تبارك الله طاقه السعد. طبعا والاستاذ حمدي بيسالنا سؤال وطبعا بعت لنا رساله 25 واحد. بالنسبه للاستاذ حمدي طبعا بالنسبه لو بيسالنا على الطاقه، بصوا يا جماعه الاول علشان تبقوا كلكم عارفين، في حاجه اسمها عشريه اولى، وفي حاجه اسمها العشريه الثانيه، وفي حاجه اسمها العشريه الثالثه. العشريه الاولى بتختلف تماما عن العشريه الثانيه، بتختلف تماما عن العشريه الثالثه. الابراج يا جماعه، كل برج حتى لو اتنين توام في صفات دايما بتعلى عن صفات تانية. يعني قابيل وهابيل كانوا توأم وكانوا من نفس الأب وكانوا من نفس الأم، لكن أرجع وأقول إيه، أرجع وأقول إن ال 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 القوة بتاعت البني آدم بتختلف من إنسان لإنسان. في إنسان بيبقوا اتنين توأم بس ده عنده قوة أكتر من ده، ده عنده إرادة أكتر من ده، ده عنده ثقة في الله وحسن ظن بالله رب العالمين عز وجل أكتر من ده. فدايما يا جماعة الإنسان نفسه هو اللي بي بي بيستعين بالله وبيغير قدره، ربنا بإذنه بيغير له قدره. 25 واحد ده الدلو، يعني طبعا مواليد المبدعين. الأستاذ حمدي طبعا من خلال هذا البرنامج هو زميلنا وفي الإدارة لقناة الصحة والجمال، الرجل المحترم والأخ العزيز والفاضل والمحترم. كل الشكر وكل التحية للأستاذ حمدي. حضرتك يا أستاذ حمدي أنت برج المبدعين، برج الدلو، برج الناس اللطيفة، البرج الهوائي، البرج اللي يعني اللي بيحب الإبداع، ما بيحبش السيطرة، بيكره حاجة اسمها أسئلة كتير، بيكره حاجة اسمها تحكم، يكره عيشته، لكن يحب يعمل كل حاجة بمزاجه لأنه مبدع، بيحب التطوير، بيحب الشياكة، بيحب الأناقة، بيحب الانطلاق، بيحب السهر، بيحب الحياة اللطيفة، ما بيحبش الاكتئاب، ما بيحبش الإرباك، ما بيحبش المشاكل والنيجاتيف فايبس، يكره النيجاتيف فايبس، ما يقدرش يقعد مع حد عنده نيجاتيف فايبس. في أبراج تانية كتيرة ممكن نتكلم عليها ممكن تتحمل النيجاتيف فايبس، لكن برج الدلو لا. البرج الدلو إن شاء الله اللي جاي لك حلوة قوي. السنة دي سنة الدلو، سنة التغيير، سنة التطور، سنة المغامرة، سنة القوة. ده بالصيني أو بعلم علوم الفلك الصينيين اسمه عام التنين، يعني عام المقدام، عام الشجاع، وعام الناس المغامرون. يا أهلا بيكي يا مساء السعادة. الو اهلا بيكي. ازيك عاملة ايه؟ الله يا وسام اسمك حلو قوي. انا الحمد لله والشكر لله زي الفل. اتفضل. بقول لك انا ممكن اسالك على برج اخويا وامي وجوزي. عيني حبيبه قلبي، باباكي وجوزك واخوكي. نبدا بيكي انت الاول يا وسام، اسمك حلو قوي يا وسام. قولي لي انت تاريخك الاول. انا 4/2. انت 4/2 كنت عايزة تسألي الأول. أنت 4/2 دلو، 4/2. ما شاء الله تبارك الله. أنت الدلو السنة دي يا روح قلبي، هو عام الدلو بعد الجدي وبعد الميزان. الجدي توب 1 السنة دي إن شاء الله، الأيام الجاية هتكون أيام الجدي بأمر الله، بعديه الميزان، بعديه الدلو، وبعديه الجوزاء. الجوزاء رقم 4. السنة دي عام الدلو ما شاء الله تبارك الرحمن. أخبار سعيدة هتجيلك وتألقات، بس أنت اليومين دول عندك إرهاق وكوكب الزهرة عندك، الله أكبر. لو ما عندكيش ارتباط الفترة دي المفروض الدلو يرتبطوا بقى، ما يتدلعوش يا جماعة. اللي مش مرتبط من الدلو يا ريت يرتبط. كواكب كتيرة عندك، وعطارد عندك، كوكب عطارد عندك، كوكب المستندات والأوراق والسفر. بأمر الله اللي جاي لك في تطورات وفي تجديدات وفي أخبار حلوة. اسألي بقى عن جوزك وعن أخوك. اتفضلي قولي لي أنت بالنسبة لك الدلو زي الفل، الأيام الجاية كله زي الفل، بس أنت الفترة دي عندك إرباك وعندك إحباط شوية أو إرهاق، عايزة ترتاحي وتاكلي أكل صحي وتجري في التراك أو تلعبي جيم أو تروحي تلعبي رياضة. قولي لي بقى على جوزك اسمه إيه؟ محمد. الله، على اسمه حلو قوي 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 يا وسام. تاريخ ميلاده، يومه إيه وشهره إيه؟
20/8 برج الأسد. 20/8 برج الأسد. بصي يا روحي، بصي يا حبيبة قلبي، برج الأسد عنده شوية حتة سيكة كده، تحذير صغنن، وضع المريخ وعطارد والزهرة بالنسبة لبرج الأسد الفترة دي مش مناسب قوي، مش أحلى حاجة قوي. فإحنا بنقول لبرج الأسد أنت عندك تحذير حاجة بسيطة كده، ياخد باله من صحته أكتر، يسعد نفسه أكتر، يرمي أي حاجة تحت رجله أكتر، بلاش توتريه لأنه هو عنده إرباك نفسي وصحي. هو جوزك اليومين دول صحيا مش أحسن حاجة، ممكن يكون في حاجة وجعاه في جسمه، ممكن يكون مش مهتم بصحته والله يا وسام، ممكن يكون في حاجة تعباه في جسمه مش عاوز يقول أو مش عاوز يكشف أو مش عاوز يحلل أو مش عاوز ياخد دواء أو مش عاوز يعمل عملية، معرفش. بس هو برج الأسد اليومين دولت، هو الأسد القوس العذراء الجوزاء عندهم تحذيرات، عنده داون نفسي وعنده داون صحي، يعلوا الهمة، ياكلوا أكل كويس، يتدلعوا، يخرجوا، ياكلوا أكل صحي، يلعبوا رياضة، يقفوا في الشمس. تابعين يا وسام، الأخبار إن شاء الله هتبقى حلوة قوي قوي قوي. نستكمل كلامنا يا جماعة، زي ما قلنا إن السنة دي ما شاء الله تبارك الرحمن هو عام التجديد وعام التغيير وعام بعلوم الفلك الصينية، عالم عام التنين، يعني عام الرجل المقدام الشجاع القوي المغامر، وأيضا الستات كمان والبنات نفس الموضوع ونفس القصة. الحياة ليست عادلة على الإطلاق. في حد ممكن يقول ده بطبيعته ده مروق ده عايش ولا على باله. يا جماعة الله يرضى عليك والله يهديكم، مفيش إنسان عايش ولا على باله، كلنا عندنا ابتلاءات، كلنا عندنا إحباطات، كلنا عندنا تحديات، بس ده 5% وهنا 95% وهنا ده واخد 65% وهنا 15%. يا جماعة ما نبصش لبعض، يعني أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ربنا يا جماعة ذكر الصبر بعد الجهاد في سبيل الله. انتوا عارفين يعني ايه الحكيم اللي خلق الأكوان، اللي خلق الكواكب، اللي خلق الدنيا دي كلها بجبالها بمحيطاتها بكواكبها بنجومها بالعالم ده كله، يذكر الصبر يجيبه بعد الجهاد في سبيله؟ يعني الصبر ده يا جماعة ليه أجر عظيم قوي، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. مساء الخير. يا مساء، الله أكبر، إزيك يا فرحة، إيه الاسم الحلو ده، ربنا يفرحك، أهلا بيك يا فرحة، اسمك مفرح ومبهج قوي يا فرحة، ربنا يخليك حبيبة قلبي. قولي بقى سؤالك. أنا 1/9. انت 1/9. سؤالك يا حبيبه قلبي يا فرحه هيكون عن بخصوص ايه؟ عايزه تسالي عن ايه؟ انت 1/9. انت انا حامل وحلمت حلم وكنت انت عذراء. عايزه اعرف. الله اكبر تفكير. الله اكبر، عذراء عندك بشارات حلوه قوي والله العظيم يا فرحه، اللهم صل على النبي. انت حامل يا فرحه؟ ما شاء الله. ايوه ما شاء الله تبارك الرحمن. حلمتي بايه؟ اللهم بارك. حلمت ان انا جبت ولد، وانا كنت عند الدكتور ساعه السونار وكده، قال لي انت حامل في ولد. اللهم بارك. فده حلو ولا وحش؟ ان شاء الله باذن الله خير يا روح قلبي، وان شاء الله يا رب تكون رؤيه مبشره ورؤيه خير يا رب. حبيبه قلبي، ما حدش ذكر في الحلم او قال لك سمي الولد باسم فلاني، او انت ما جاش هاتف في مخك في الحلم بيقول لك سمي الولد باسم معين؟ افتكري كده معلش. لا هو انا هو انا ناويه ان انا اسمي على اسمي. لا مش ناويه، انا بتكلم على الحلم، جوه الحلم بره سايكولوجي، ماليش دعوه بعلوم الحياه بتاعتنا الدنيويه، العالم اللي احنا عايشينه، بتكلم على وانت نايمه. ايوه ان انا اسمي محمود وانت في الحلم. اه ما شاء الله تبارك الله، الله اكبر، باذن الله ان شاء الله رب العالمين ربنا هيرزقك بمحمود، وسمي محمود يا فرحه، ما تغيريش الاسم بامرك يا رب، بعزك يا رب، باذن الله قد صدقت الرؤيا ان شاء الله من فضل الله وكرمه، صدقت الرؤيا وان شاء الله تكون صادقه بامر الله، ربنا يرزقك بالولد وتسميه محمود، وهيكون محمود بين زملائه وبين قرنائه وبين رفقائه، وربنا هيرفع شانه ويعلو شانه، هيبقى عنده انفراجات باذن المولى عز وجل. تابعيني يا فرحه. الله اكبر، حلم حلو قوي ومباشر، بس ما تحكيهوش بقى لحد تاني خلاص، ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك، حلو قوي وما نحكيهوش تاني يا روحي، اللهم صل على النبي، على حضره سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
زي ما قلنا يا جماعة المريخ دوت كوكب الحماس والطاقة والشغف، موجود طبعا لما بيبقى موجود بالدلو، هو الآن موجود بالدلو، بيعلي همم أبراج كتيرة جدا جدا جدا، بيديهم شغف، بيديهم طاقة، بيديهم حماسة، بيديهم إرادة، بيديهم عزيمة، بيخليهم حابين الحياة قوي قوي قوي. وعلى العكس تماما لو موجود في وضع غير ملائم لبعض الأبراج بيبقى عندهم داون، بيبقى عندهم نيجاتيف انرجي، بيبقى عندهم ديبريشن، احباط قوي جدا. بنقدر ان احنا نعالجه ازاي؟ احنا هنا بقى عشان العلاج، احنا موجود هنا عشان ننبسط كلنا، علشان نعالج الداون ونعالج الديبريشن ونعالج النيجاتيف انرجي، ونستعين ويبقى عندنا حسن ظن بالله، ونعرف ان الحياه ليست عادله على الاطلاق، الحياه لا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضه. احنا جايين مجرد رحله، رحلة موجودة ولازم تخلص، كل الناس هتموت يا جماعة، فلازم في الفترة اللي احنا موجودين فيها نبقى قد الاختبار، قد الحياة. عايز تشتغل اشتغل بنفس، يعني ربنا عز وجل بيحب من عمل منكم عملا فليتقنه. اتقي الله في شغلك، اتقي الله مع جوزك، اتقي الله مع مراتك. بيجيلنا رسالة بجد بتوجع القلب، يعني جات لنا رسالة من واحدة وجعت قلبي. ليه كده؟ ليه كده؟ بتقول جوزي انا ايدي له صوابعي 10 شمع، بيزهق منها وبيطفش من البيت وبيسهر، وفلوسه بره لاصحابه، واتفتحت الموبايل، ودي طبعا حاجه مش كويسه ما تعمليهاش تاني، فتحت الموبايل اتجسست عليها ان انت كده ربنا محرم التجسس وانت بتتجسسي عليه، بس بتقول فيما معنى كلامها، فتحت الموبايل لقيته بيدي فلوس لسيدات، بيجيب هدايا لسيدات، عامل نفسه بالبلدي ابو العريف بره البيت، وجوه البيت كاره نفسه وعلى طول مبوز وعلى طول مش طايق نفسه. يا اهلا وسهلا، مساء الخير. يا مساء السعاده. يا اهلا بيك يا استاذه حماده. اهلا بيك يا استاذ حماده، اتفضل، انت معانا على الهواء يا استاذ حماده. اهلا بحضرتك، اتفضل. كنت عايز اسال حضرتك على الابراج بتاعتي انا ومراتي. خير يا رب، ربنا يسعدكم يا رب، اتفضل قول. الله يخليك. انا 25/3 لا انت 25/3 يا استاذ حماده، اسمك الحقيقي في البطاقه ايه؟ عبد اللطيف. عبد اللطيف، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض يا جماعه، يعني ينفع كده يا جماعه؟ طاقه عبد اللطيف احلى من حماده، دي انا مش عارفه يعني ايه حماده. مين بيقول لك يا حماده؟ هو اسم الشهره. لا مفيش حاجه اسمها اسم الشهره ده بقى، يعني من عبد اللطيف لحماده. ده ما شو زمان ده. طب بعد اذنك رجع اسمك عبد اللطيف، لان عبد اللطيف طاقته قويه جدا، طاقه انفراجات وطاقه سعد وطاقه قويه، والفايبس بتاعته عاليه عاليه عاليه. بعد اذنك خلي اهلك يقولوا لك يا عبد اللطيف، خلي في شغل غير اسمك لعبد اللطيف من فضلك، او عبد اللطيف بتدي فايبس قويه جدا. تمام يا استاذ عبد اللطيف. انت بتسال على طاقه عامه ولا على حاجه معينه؟ انت ما شاء الله الحمل، الحمل بتاعي. انت الحمل، برج الحمل. 22/3. انت 25 ولا 22؟ 22 وهي 21. وهي 21/3؟ ما شاء الله تبارك الله، ده انتوا الاثنين نار، ده انتوا تولعوا في بعض. لا 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 لا، بهزر مع حضرتك طبعا، انتوا ناريين وجذابين وبتحبوا الحماس وبتحبوا الطاقه وبتحبوا الحريه وبتحبوا الحركه وبتحبوا الشغل، وبتزهقوا من القعده ومن القوقعه وبتحبوش الاكتئاب، وناس احرار كده وناس ناريين وجذابين جدا. الاستاذه اسمها ايه يا استاذ عبد اللطيف؟ مش هقول لك يا حماده، مش هقول لك يا حماده، يا عبد اللطيف. انت حمل وهي حمل، هي اسمها ايه؟ هند. هند، طاقة اسمها كويسة طبعا، هند طاقة اسمها جميلة. بص أشكرك يا أستاذ عبد اللطيف، وتابعني من خلال التلفزيون. بصوا يا أستاذ عبد اللطيف وكل مواليد الحيتان، يركزوا معايا قوي، انتوا بس لو تبطلوا موضوع التشبث بالرأي ده، والله هتبقوا أحلى ناس في الدنيا، والله هتبقوا محبوبين بطريقة غير طبيعية. انتوا جذابين وناريين ومنطلقين، وكلكوا حماسة وكلكوا طاقة وكلكوا أمل وكلكوا سعادة، انتوا ناس محبوبة قوي وناس لطيفة قوي وناس جميلة قوي قوي قوي. بس نبطل تشبث بالرأي، انتوا متسلقين الحمل والجدي. لو بصينا الكائنات اللي هو كائن الجدي وكائن الحمل، هنبص على المخالب بتاعتهم هنلاقيها قوية جدا. لو سبناهم في حتة صحراوية مليانة جبال
والله يا جماعة لو سبتهم وركزتوا معهم لتلاقوهم بيطلعوا على أعلى قمم الجبال. طب وبالنسبة للمواليد الأبراج اللي بيحملوا صفات الجدي أو مواليد الجدي ومواليد الحمل، هنلاقيهم متشبثين، عندهم طاقة، عندهم قوة، عندهم إرادة، عندهم عزيمة، بيحبوا يتسلقوا للأماكن الصعبة، بيحبوا يبقوا ليدر. طبعا طبعا القيادة كلها والإمبراطورية مع العقرب والأسود، مع الأسود ومع العقرب، وطبعا كمان الحمل والجديان بيحبوا يمشوا رأيهم. الجدي جد وحاد، الحمل متشبث برأيه، ناس واثقين من نفسهم، عندهم سيلف كونفيدنس. دايما وانت بتتكلم مع راجل جدي او انثى جدي واثقة من نفسها، تقول لك زي الاسد كده، الاسد ده مثال الثقة بالنفس، قاعدة كده واثقة من نفسها تقول انا اتخسر انا ما اخسرش. اهي الحمل زيك يا اسد، يا اسد انت المثل الاعلى في الثقة بالنفس ومساعدة الآخرين والقوة والعظمة والجمال والجاذبية. الحمل بتحب هي كمان تتشبث برأيها، بتحب تمشي رأيها، بس القيادة أصلاً اتخلقت للعقرب وللأسود، والحمل بيحبوا يقلدوا الأسد، فعندهم نسبة من القيادية زي الجدي. الجديان بيحبوا القوة والجيادية والتحكم. أهلاً بك يا أستاذة شيماء، يا أهلاً وسهلاً. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي حبيبه قلبي، اتفضلي. عايزه انا 9-9. انتي 9؟ الله انا بحب رقم 9 قوي يا شيماء. وجوزي اسمه باسم، 18-3. اسمه حلو قوي قوي قوي. باسم كام؟ باسم كام؟ 18-3. 18-3. انتي بقى بتسالي، انتي 9-9 بتسالي على الطاقه بتاعتك العامه. انتي وعايزه اشوف التوافق ما بيننا، وهو كان مقدم في شغل جديد، عايزه اشوفه هيتوفق ولا ان شاء الله يا شيماء. والله العظيم كل خير ان شاء الله، توفيق. و9 9 يا حبيبه قلبي عذراء، اللهم صل على النبي. ده انت عندك والله العظيم انفراجات يا شيماء. وجوزك اسمه حلو قوي قوي قوي، انت قلتي لي جوزك اسمه باسم. اللهم صل على النبي. حبيبة قلبي يعني اللهم بارك اللهم بارك. هو انت قلتي لي باسم كام؟ 18-3. 18-3. اللهم صل على النبي، ده الحوت ده كل عام وهو بخير. قولي لي بقى، غششيني كده، هبقى حشريه شويه صغيرين كده واعرف هتجيبي له في عيد ميلاده ولا عدى عيد ميلاده؟ لا لسه هيجي عيد ميلاده. ما هو الايام دي ايام الحوت بقى. ايام الحوت، الحوت الله اكبر هيجلجل وهينطلق وهيتالق وهيزدهر قوي الفتره الجايه. حبيبة قلبي غششيني بقى، جبتي له بيرفيوم ولا جبتي له ايه؟ هتجيبي له ايه في عيد ميلاده؟ ولا تجيبي له ساعة ولا تجيبي له موبايل ولا تجيبي له ايه؟ موبايل ان شاء الله. ربنا يكرمك ويسعدك. خدي بالك الحوت مخلص قوي ومائي وشفاف وجدع قوي، خلي بالك منه يا شيماء، حطيه في عينيكي يا شيماء، حطي جوزك في عينيكي يا شيماء بعد اذنك، لان ده برج الحوت، ده احلامه بتتحقق، ده تخافي منه، شفاف وجذاب وطيب وجدع وحوت، يعني طموح 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 طموح، بيموت نفسه شغل، عاوز يقيد لكم صوابعه ال20 والله مش ال10 شمعه. فالراجل ده، شكرا يا شيماء، تابعيني يا شيماء من التلفزيون، الراجل ده تاك فوق الراس، الراجل ده تحطيه تاك كده فوق راسك وتقولي اللهم اديه نعمه واحفظه من الزوال، وتحاولي تقدريه وتحاولي تسعديه وتحاولي ترضي دايما دايما يا جماعه. قولا واحدا اولا واخيرا لكل مشاهدينا الاعزاء وكل اخواتي وحبايبي مش مشاهدينا، ارضى بما قسمه الله لك تكن اغنى الناس. دايما يا جماعه الانسان الراضي بتبعد عنه امراض المزمنه، امراض القلب وامراض السكر وامراض الضغط. دايما الانسان بيقول الحمد لله وراضي وبيجتهد وبيقول دايما انا عندي حسن ظن في الله، ان اللي جاي دايما خير، ان اي مصيبه بيتعرض لها، اي ابتلاء، اي تحدي، دايما بيكون واثق في ربنا، واثق ان ربنا هيغير المقادير باسمه، بحق اسمه القادر القدير المقتدر. يرحم امواتنا جميعا، ويرحم اخويا عبد الرحمن، طبعا بعزي امي وابويا واهلي كلهم في وفاه اخويا، هو في العالم الاخر دلوقتي، وصل للعالم الباراسايكولوجي، وصل لاهلي المتوفيين كلهم. هم يا جماعه دايما الوفاه بتبقى عالم اخر، ودايما دايما نبقى عندنا حسن ظن في الله ان العالم الاخر هيكون اجمل بكثير من العالم بتاعنا ده. استودعكم طبعا الله الذي لا تضيع ودائعه،
واتمنى تكون الحلقه فعلا عجبت حضراتكم، واستنوني في مفاجآت قويه جدا اليومين الجايين، وهدايا قويه جدا مني ليكم بامر رب العالمين وباذن رب العالمين. كنت معكم دينا حمدي في وبشر مع دينا حمدي.